يقاتل في اليمن ويقاتل في ليبيا كمرتزقة. بتلقى انه ابناء داخل الدولة المدنية داخل دولة حمدوك دي تم بيع السودانيين كمرتزقة للامارات. كلام ده له اسبوعين ولا ثلاثة اسابيع. هل الحكومة السودانية القاعدة السعدي طلعت وشجبت التصرف بتاع الامارات؟ لا. هل وزيرة الخارجية القاعدة السعدي جاد على دماء ابناء الشعب السوداني وجاد على دماء ثورة عظيمة طلعت وقدمت تصريح لانهم كلهم خونة وكلهم مرتزقة؟ والدول لا تبنى بالخونة ولا تبنى بالمرتزقة. كل مطالب الثورة السودانية لحد الليلة لم يتحقق منها شيء. لم يتحقق منها شيء عشان الشعب السوداني يقول والله نحن ندعم ولا ما ندعم. نحن ندعم بناء على المطالب، ولا مطلب من مطالب الثورة السودانية تحققت. بل إنه الحكومة القاعدة السعدي حكومة محاصصات وحكومة طرديات لا أكثر ولا أقل. والكلام ده قلناه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. لما يكون عندك وزير تجارة وصناعة جاء إرضاء للأحزاب السياسية ده ما وزير حيقدمك لقدام. لما تلقى إنه وزيرة الخارجية القاعدة السعدي وزيرة خارجية الثورة السودانية تم تعيينها كطردية من الناس اللي حوالي حمدوك. حمدوك ذاته ناس تتكلم قوى الحرية وتغيير جنبها، برضو في رجال حول حمدوك يحركون حمدوك ذات اليمين وذات اليسار. لما تلقى انه وزيرة الخارجية القاعدة السعدي بنتها زوجة الشفيع خضر، الناس اللي ما سمعت على الشفيع خضر. الشفيع خضر اللي هو رجال حول حمدوك يحركوا حمدوك ذات اليمين وذات اليسار. جابوها لك ما مارس السياسة 30 سنة. جابوها لك ما مارست أي عمل سياسي دبلوماسي خلال 20 ل 30 سنة. جابوها لك الليلة ضعيفة ما عارف السودان حصل فيه شنو. البرهان بلاقي نتنياهو ما عارفة أبناء الشعب السوداني يبيعوهم لسوريا ولا يبيعوهم لليمن ولا يبيعوهم لليبيا ما عارفة. بتلقى إنه مطالب الثورة السودانية ما في منها حاجة تحققت عشان انا اقول ادعم فلان ولا ما ادعم فلان. بنلقى انه السلطه بتاعتنا الاحزاب السياسيه، يعني المشكله ما مشكله برهان ولا مشكله من حميدتي، المشكله في الناس اللي جابوا البرهان وجابوا حميدتي، المشكله في الاحزاب المشت ركعت للبرهان وحميدتي، المشكله في الاحزاب المشت سلمت السلطه كلها للبرهان وحميدتي. يا جماعه الوثيقه الماسوره اللي بنتكلم عنها دي اللي ادت الصلاحيات للبرهان، البرهان ده ما جاب الصلاحيات من بيته ولا البرهان ده خلق الصلاحيات بين ليلة وضحاها. لا، في أحزاب سياسية هي أحزاب الهبوط الناعم سلمت ثورة الشعب السوداني للعساكر. في أحزاب سياسية أدت وزارة الداخلية ووزارة الشرطة وأدت هيكلة القوات المسلحة للعساكر للبرهان وحميدتي. وجينا وقلنا انه البرهان وحميدتي هو بوابة الدولة العميقة، دي معلومة الناس تثبتها يا جماعة. البرهان ده ما تابع للقوات المسلحة، البرهان ده دولة عميقة داير تقبض الدولة العميقة. لابد من اسقاط البرهان وحميدتي، والكلام ده بنقوله بعد ده وما بنجس. السودان ده ما حيمشي لقدام قيد تأمله ولا اي مطلب من المطالب ستحقق ما دام البرهان وما دام حميدتي قاعدين داخل ارض الوطن وهم اعلى سلطه في الدوله. لو جينا تكلمنا على القوات المسلحه ذاتا، نحن قلنا انه والله القوات المسلحه دمروها الكيزان وكسروها الكيزان، والكيزان دول والله ما قدموا اي حاجه. انت شلت القوات المسلحه وسلمتها لاتفه خلق الله. قواتك المسلحه الليله الذي من صلاحياته هيكله القوات المسلحه البرهان وحميدتي. حميدتي تاجر بتاع ابل، قاتل، مغتصب، دمر دارفور، عمل إبادة جماعية في دارفور. حميدتي ارتضى اعتصام القيادة العامة، مسؤوليته هيكلة القوات المسلحة. البرهان مسؤوليته هيكلة القوات المسلحة، ودينا الاثنين عبيد راكعين للسعودية والإمارات، معلومة الناس تثبتها وتمشي لي قدام. وقلت لكم المشروع بتاع الإمارات هو تدمير القوات المسلحة، والكلام ده شغال عليه البرهان وحميدتي. الناس اللي بتشوف الإحالة للمعاش اللي بيقوم بها البرهان دي ده ضمن مشروع، والناس تكلمنا عليه وإنه قلت لكم إنه الإمارات والسعودية مصلحتها تدمير القوات المسلحة واستبدالها بميليشيا الجنجوي. ليه الميليشيا؟ الميليشيا قاتلة، مغتصبة، عميلة. الليلة لو جينا تكلمنا بتلقى في القوات مثلا القوات المسلحة مدمرة، هاي مدمرة، كيزان كيزان، لكن فيها ضباط شرفاء
لما الشغلانة تسخن بقيفوا مع أبناء الشعب السوداني زي ما حدث في القيادة العامة لما قطائب الظل وكل الناس تكالبوا على أبناء الشعب السوداني. طلع جزء من أبناء الشعب السوداني الرهيف التنقد غير من الضباط وقفوا مع أبناء الشعب السوداني. دي في الدعم السريع ما بتلقاها. القائد الأعلى للدعم السريع هو حميدتي جنجويد رباطي. غايد ثاني دعم سريع أخو حميدتي. غايد ثالث وادخالة حميدتي. غايد رابع خامس سادس سابع ثامن من أسرة آل دقلو براهم لا أكثر ولا أقل. دي مليشيات انتمائي إلى حميدتي لا أكثر ولا أقل، ولا عندها انتماء للوطن ولا عندها انتماء للقوات المسلحة ولا عندها انتماء للتراب بتاع الوطن. ديل مرتزقة غتلة. ديل هم الليلة ماسكين الدولة بتاعتك السودانية. الناس طلعت في مواكب تطالب بإعادة المفصولين. الناس طلعوا في الشوارع إعادة المفصولين للقوات المسلحة. بنلقى إنه البومبان هو نفس البومبان، الرصاص هو نفس الرصاص، القمع هو نفس القمع. وما الأسوأ من القمع؟ متوقع جدا يا جماعة، يا جماعة الناس كمان تبدي أي حاجة، متوقع جدا إنه البرهان يقتلك، متوقع إنه حميدتي يغتصب. دي عاداتهم، دي النحاية تربوا عليها. البرهان ربي دارفور زي ما يقولوا زمان، كان هو قائد تسليح الدعم السريع في دارفور. حميدتي تاجر بتاع إبل، تاجر بتاع قتل، تاجر بتاع اغتصاب. دي عقيدتهم يا جماعة الناس، دي عقيدتهم. طبيعي جدا إنه يقتلك، طبيعي جدا إنه يضربك. الما طبيعي إنه يطلع وزير الإعلام. قبل ما نبدأ إلى وزير الإعلام، المليونية بتاعت دعم القوات المسلحة، خلونا نجي نختن. هل المليونية دعت لها لجان المقاومة؟ هل دعم تجمع المهنيين؟ تجمع المهنيين ما دعم المليونية. هل حزب واحد من أحزاب قوى الحرية والتغيير دعم مليونية إرجاع المفصولين وهيكلة القوات المسلحة؟ ولا واحد من الأحزاب السياسية دعم المواكب دي، ولا واحد من الأحزاب السياسية طلع بيان بدعم طلوع أبناء الشعب السوداني للشوارع. الناس اللي كانوا معانا في المواكب، الناس اللي كانوا هم قادة الثورة السودانية، الناس اللي هم أحزابنا الوطنية المفروض تكون وطنية، ما في واحد من الأحزاب السياسية وقف مع مطالب الشعب السوداني. دي أحزاب باعت الثورة السودانية قبل ما إنه الثورة تبدأ أصلا، قبل ما الناس تطلع في الشوارع في 13 ديسمبر. الأحزاب دي كانت بتلعب، وهو الحرية والترغيب بتلعب على إجهاض الثورة السودانية. لما انطلع أبناء الشعب السوداني في الشوارع جات الأحزاب دي وكلمتك على بخت المرقة وبخت الزفت. لما الشعب السوداني أسقط عمر البشير جات الأحزاب السياسية وطلعت لك البرهان وقالت لك إنه البرهان هو شريك في السلطة. لما أبناء الشعب السوداني داخل القيادة العامة قالوا البرهان وسخان وطالبوا بإسقاط البرهان وحميدتي، طلع خالد سلك القيادي بحزب المؤتمر السوداني والكلام ده موثق، قال يا جماعة ما تقولوا يسقط البرهان وما تقولوا يسقط حميدتي لأنه ده شركانا في الثورة. لما الأحزاب السياسية كذبت على أبناء الشعب السوداني وغشت 40 مليون نسمة بأنه المجلس السيادي هو مجلس تشريفي ليس لديه صلاحيات، الكلام ده ما سمعنا من البرهان ولا سمعنا من العساكر ولا سمعناه من القتل المختصبين ديل، سمعناه من الناس اللي هم كانوا معانا وكانوا هتافاتهم نفس الهتافات. الليلة تسقط بس وسط العساكر الرص قالوا لك إنه المجلس السيادي هو مجلس تشريفي وليس لديه صلاحيات، وقالوا لك إنه السلطة كلها بأيدي حكومة حمدوك كلها. الليلة هل المجلس السيادي ما عنده سلطات؟ الليلة المجلس السيادي، المجلس العساكر، وزارة الداخلية سلطة سيادية، وزارة الدفاع سلطة سيادية، الأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية تتبع للمجلس العسكري مباشرة سلطة سيادية، بنك السودان أموال السودان كلها والخزنة، والمواطن الواقف في العيش ما لاقي عيش، والمواطن الواقف في الوقود ما لاقي وقود، خزنة السودان وأموال السودان بأيدي العساكر سلطة سيادية، مواني السودان السبع مواني بأيدي العساكر، الجمارك بأيدي العساكر، الاقتصاد السوداني وشركات جهاز الأمن تم تحويلها إلى شركات تابعة للقوات المسلحة ماسكينها البرهان وحميدتي.